السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا معانا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الخجل. إزاي أتخلص من الخجل؟ لازم الأول علشان تحل المشكلة تعرف أسبابها، وفي أسباب كتير ناس بتقولها زي فقدان الثقة في النفس، عدم المعرفة، أو الاهتمام بآراء الآخرين، واللي دايما بتخلي الواحد كده يفكر كتير قوي قبل ما يتكلم، ويحس بعدم الراحة في التعامل والتواصل مع الناس. أول ما بتعرف سبب المشكلة ساعتها بس بتعرف تركز على الحل علشان إن شاء الله توصل للي أنت عاوزه. لو اتكلمنا دلوقتي على الثقة في النفس، إزاي تعرف تبني ثقة في نفسك علشان بعد كده ما تحسش أبدا بعدم الراحة أو الخجل عند التواصل مع الناس؟ لازم الأول تثق في قدراتك، وعلشان تبقوا عارفين دي أبدا مش دباجة. كل واحد فينا عنده قدرات كبيرة قوي، بس في ناس عارفة الموضوع ده وبتستخدمها، وفي ناس مش عارفة الموضوع ده وفاكرة ان هي ما عندهاش، او هي دايما اقل من الاخرين. لازم تصدق ان كل واحد فينا عنده قوة وعنده قدرات، ولازم ان هو يعمل بيها او لازم يستغلها. كلمة انت قدها او انا قدها حاول دايما تكررها كتير، انا قدها. ودي على فكرة مش دباجة، لانها فعلا بتصنع المعجزات. انا قدها، انا قدها اني انا مش اقل من حد، انا قدها ان انا عارف ان انا من جوايا قوي جدا، انا قدها لاني عارف ان الحياة طويلة وفيها كل يوم هتعلم جديد في جديد في جديد وهبقى احسن من امبارح. انا قدها. الفكرة ابدا مش فكرة كلام انشاء او كلام في كتب تحفيزية، الفكرة كلها اني انا اصدق اني انا لو تعلمت كل يوم او بدأت مرحلة ان انا كل يوم اتعلم جديد واحسن من نفسي ومن تفكيري ومن ارادتي ومن عاداتي، هوصل ان شاء الله للي انا عاوزه. مهم جدا كمان انك تعرف عن نفسك الكتير. حلو قوي انك تعمل كل يوم فيديو لنفسك تتكلم عن اي موضوع، تعرف كتير عن تون صوتك، تعرف كتير عن حركات الوجه بتاعتك او تعبيرات الوجه بتاعتك، تعرف كتير كده عن حركات الجسد بتاعتك. انا محتاج اعرف نفسي، اعيد اكتشاف نفسي من اول وجديد، واشوف ايه الارياز او ايه الحاجات اللي المفروض اشتغل عليها عشان احسنها واحسن التواصل بتاعي مع الناس. دي حاجه. حاجة تانية، ممكن تسأل بعض الأصدقاء أو ممكن بعض الأهل أو ناس عامة إنهم يدوك فيدباك، يركزوا عليك وإنت بتتكلم وإنت بتتواصل وإنت بتتعامل، ويدوك فيدباك عشان تشتغل على نفسك أكتر وأكتر وأكتر. أوكي؟ طيب لو اتكلمت بعد كده عن آراء الناس، الناس اللي مهتمة بآراء الآخرين فيها، أحب أقولك إن الموضوع ملوش أي علاقة بيك. هتلاقي ناس في حياتك كده بتحبك من غير سبب، وناس بتكرهك من غير سبب، وناس بتتضايق منك من غير سبب، وناس بتغير منك وبتحقد عليك من غير سبب. وهتلاقي اللي كان متضايق منك فجأة حبك، وهتلاقي اللي كان بيحبك فجأة كرهك، وهتلاقي اللي كان بيحقد عليك فجأة بقى عاوز يبقى صاحبك. تفتكر الحاجات دي كلها لها علاقة بيك؟ خالص، لها علاقة بيهم هم، بتفكيرهم هم، بمشاعرهم هم، بظروفهم هم. فانت كده بتظلم نفسك لو انت فضلت دايما ضحية او دايما موقف حياتك كلها عشان اراء الاخرين فيك. ما يهمكش، دايما تكون واثق في نفسك. لما بتزيد الثقة في نفسك دايما بتعرف ان اراء الاخرين مش مهمة خالص. هتلاقي نفسك كده بتفلتر كل الكلام اللي بيتقالك. في كلام بتبقى عارف انه صح، في كلام بتبقى عارف انه غلط، في كلام بتبقى عارف ان دي شخصية عايزة تقرب منك، في كلام بتبقى عارف ان الشخصية دي كده مش حباك ومتضايقة منك على طول. انت هتعرف تفلتر الموضوع، بس دايما انت تبقى واقف في منطقة ان انا ما يهمنيش رأي الناس فيا، لان كل واحد بيتعامل معاك من منظوره هو مش منظوري انا. طيب ايه كمان اقدر اعمله علشان برضو اتخلص خالص من الخجل ده؟ ازيد المعرفة بتاعتي، او دايما كده يبقى عندي افكار اقدر اتكلم عليها. في دايما مشكلة في ناس بيعانوا منها، ان هم بيدخلوا في محادثات معينة مش عارفين يتكلموا، مش عارفين كتير عن الموضوع، مش عارفين يعبروا عن نفسهم او يقولوا رأيهم بصراحة وبراحة. انت تقدر دايما تعمل حاجة كده بسيطة هتغير معاك الدنيا كلها، انك تتوقع اللي قدامك هيتكلمك في ايه. لو انت رايح فرح، طبيعي جدا الناس اللي هناك هتتكلم في موضوعات معينة، تقدر انت بطريقتك تعمل سيرتش وتعرف شوية افكار، تحضر شوية كلام، تحضر شوية افكار تتكلم فيها. لو انت رايح ميتنج عمل، نفس الفكرة، هم اكيد هيتكلموا في بوينتس معينة، تعمل السيرتش بتاعك ويكون عندك شوية افكار، عندك شوية كلام تقوله ومحضره، انك تقوله عشان تقوله براحة قدام الناس. ودايما تاخد فيدباك، تاخد فيدباك دايما على الكلام بتاعك علشان تطور من نفسك وتزيد دايما من مهاراتك.
دايما بقول ان فكرة الخجل او الشخصيات الانطوائية او ما بتحبش تتعامل مع الناس هي بتكون عندها قدرات هائلة، بس هي في التواصل محتاجة تحسن من نفسها وتحسن من ذاتها شوية. انك تزود الثقة في نفسك وانك تنسى خالص فكرة انك تستنى او تنتظر اراء الاخرين فيك، وانك كمان تزيد المعرفة دي كلها ان شاء الله طرق وخطوات انك تزيد بيها من ذاتك وتطور دايما من نفسك وتتخلص خالص من الخجل. اوكي، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، وتابعونا اكتر واكتر عشان هنتكلم عن مهارات تانية كتير. اشوفكم على خير.